مساء الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد هوريكم ازاي نحول قطعة الكرتون دي لشكل مندالة جميل جدا. ما تنسوش لو حبيتوا الفيديو ده تضغطوا على اللايك وتدعموني، وكمان تفعلوا جرس الاشعارات علشان في فيديو جديد هينزل كل اسبوع. وبس كده يلا نبدأ. الأدوات اللي احنا هنحتاجها مع الكرتونة، هنحتاج ألوان معتمة مش شفافة، ممكن نستعمل ألوان الأكريليك أو ألوان البوستر اللي هي شبه الجواش كده، أهم حاجة إنها ما تكونش شفافة. أو اللي أنا هعمله في الفيديو ده إني هستعمل ماركرات اسمها بوسكا. الماركرات دي أنا اتكلمت عنها في مشترياتي قبل كده، هنلون بيها وكمان هعمل لكم ريفيو سريع عنها علشان اقول لكم رأيي فيها ايه. برضو من الادوات اللي احنا هنحتاجها، هنحتاج مقص وهنحتاج قلم. انا هستعمل قلم فاتح شوية علشان اللون يبان على الكرتون. وبس كده هنمسك دلوقتي القلم الفاتح وهنبتدي نعمل دايرة جوه الكرتون. ممكن تستعمل الفرجار علشان الدايرة تبقى مظبوطة 100%. انا عايزاها يبقى شكلها مش منتظم شوية علشان كده هعملها بإيدي. وبعد ما نعمل شكل الدايرة دلوقتي همسك المقص وهبدأ أقص الكرتون. طبعا الكرتون العادي بيبقى رفيع فنقدر نقصه بالمقص، ما فيهوش مشكلة. وده شكل الكرتونة بعد ما قصيناها. دلوقتي بالقلم الفاتح هبدأ أرسم دوائر وأكون شكل المندالة. هي مش تبقى مندالة قوي، هتبقى أقرب للزخارف، بس زخارف واخدة شكل دائري كده، فيعني هتبقى نص زخارف ونص مندالة. أنا مش عايزاها تبقى شكلها منتظم قوي أو إن احنا نقعد نكرر الأشكال في كل حتة، فهتلاقوني كده مثلا ممكن أطلع شكل زي ورق الشجر في حتة وبعدين أوقفه وأحط شكل تاني وهكذا علشان تبان إنها مش منتظمة ويبان إن شكلها غريب. لكن طبعا براحتك، لو انت عايز تعمل المندالة التقليدية بتاعتنا ممكن تعملها. احنا هنا في القناة عملنا مندالات كتير مع بعض، ممكن تاخد افكار منهم او تفتح بنترست او جوجل او اي حاجة وتطلع اي شكل زخارف يعجبك. وبعد ما ملينا المندالة كلها زخارف هنبدأ دلوقتي نلونها بالماركرات. انا هنا مش بنسق الالوان بشكل معين، جبت الوان كتير وبخلطهم على بعض، بحس ان كده شكلها هيبقى مبهج اكتر. لكن طبعا براحتك لو عايز تحط اي الوان تحطها. وبالنسبة بقى للماركرات، زي ما انتم شايفين اول حاجه عجباني قوي في الماركرات دي ان الالوان بتاعتها فاقعه جدا. عاده لو اللون شفاف شويه الدرجه اللي تحت بتبان، لكن الماركرات دي اللون قوي جدا ومعتم، فمن اول طبقه على طول اللون بيبان، مش بتحتاج تحط طبقه كمان.
ماركرات بوسكا دي انا كنت جايباها من امازون، كانوا 24 لون ب$40 تقريبا، بس مؤخرا بدأت الاقي ان الالوان دي موجودة في سوق.com. هتلاقوا تقريبا القلم الواحد واقف عليكم ب30 جنيه او حاجة كده. للأسف سوق مش بيبيع يعني العلبة كاملة زي امازون. الحلو في ماركرات بوسكا انها عبارة عن اكريليك سائل، وطبعا احنا عارفين ان الاكريليك نقدر نرسم بيه على خامات كتير، ممكن ترسم بيه على الورق، على الكرتون، على الخشب، على القماش، على الحيطة، على اي حاجة تقريبا انت عايزها. وكمان الاقلام عادة بتبقى اسهل في التحكم من الفرش، فلو انت مبتدئ ومش عارف تتحكم في الفرشة كويس، فكرة ان الاكريليك يبقى جوه قلم ده هيسهل عليك كتير. نيجي بقى على المشاكل او الحاجات اللي مش عجباني في القلم. المشكلة الوحيدة في الاقلام دي ان الدرجات الفاتحة مش معتمة خالص زي ما انتم شايفين كده. اللون الاصفر تحس ان هو مية، تحس ان هو مخفف، في مشكلة ما مش بيديك لون قوي ولا معتم زي الدرجات التانية. مش عارفة باين في الفيديو ولا لأ، بس أنا محبتش اللون اللي هو الأصفر، والألوان الفاتحة عموما كان فيها مشكلة. دي حاجة ما عجبتنيش، وتقريبا هي دي الحاجة الوحيدة اللي ضايقتني في الأقلام. بعد ما خلصنا التلوين دلوقتي همسك اللون الأسود وهبدأ أحدد الخطوط بتاعة الأشكال. أنا كنت قصدي أحط الأسود في الآخر علشان أشوف هل لو حطيت اللون الأسود فوق الألوان التانية اللون الأسود هيمشي عادي ولا هيبقى فيه مشكلة، زي مثلا إن اللون اللي تحت يسيح أو يتقشر أو يحصل له أي حاجة. بس زي ما انتم شايفين اللون الاسود شغال تمام، وتقدر تحط طبقات فوق بعض بالالوان دي ما فيهاش اي مشاكل. لما خلصت التلوين حسيت ان في اماكن ما فيهاش زخرفة كفاية، فقعدت كده احط نقط وخطوط وحاجات كتير علشان اخلي الشكل معقد اكتر. طبعا ممكن باللون الاسود او اي لون تاني، لان زي ما اتفقنا الالوان دي معتمة جدا وبتقدر تحط لون فوق التاني بسهولة. بعد ما خلصنا كل الالوان وكل التحديد وكل حاجة، هو ده شكلها في الاخر. يا رب الفيديو ده يكون مفيد وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.